انباء من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهندية. تعليق صادم وغير متوقع من رامفير سينغ على تقبيل زوجته ديبيكا بادوكون لشاروخان، واراء متضاربة تكتسح مواقع التواصل الاجتماعي. نجمة بوليوود بريانكا شوبرا تنفجر في وجه الجميع بعد تعرضها للإهانة. ما سبب انفجار بريانكا لأول مرة وبماذا صرحت لوسائل الأعلام؟ خبر اعتقال نجم بوليوود تايجا شروف ونيها كاكارا والآخرون يحتل الصدر في الهند، ومستجدات حصرية في القضية. ما حقيقة ذلك وما هي التهم الموجهة إليهم؟ राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। لقد تعرضت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا منذ بدايتها الأولى في بوليوود لجميع أشكال الاحتقار والتنمر، وعلى الرغم من ذلك أثبتت موهبتها عن جدارة واستحقاق في جميع أدوارها البطولية، فهي دائما ما تتعمد عدم الإجابة عن التعليقات المستفزة التي تتلقاها بشكل يومي، إلا أنها اليوم قررت وضع حد لأي شخص يحاول المساس بحياتها الشخصية، خاصة أن الأمر يتعلق بابنتها مالتي ماري التي كانت محط سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علقت قائلة: لقد حاولت تطوير أسلوب الإخفاء الصارم عندما يتحدث الناس عني، لكن الأمر أصبح مؤلما للغاية عندما يتحدثون عن ابنتي. أنتم لا تعرفونني ولا تعرفون الظروف التي مررت بها. كما أكدت على أنها غير مضطرة للكشف عن تاريخها الطبي الذي دفعها إلى اللجوء إلى الأم البديلة عن طريق تأجير الأرحام، كما أضافت أنها لن تهتم للأشخاص الذين يقولون بأنها حصلت على طفل جاهز، وبأنها لن يكون لها ارتباط أمومي بابنتها مقارنة ببديلتها. كل يوم يتفاجأ الجمهور بخبر اعتقال نجم من نجوم بوليوود في قضايا مختلفة، فبعد أن تلقت نجمة بوليوود زارين خان البارحة مذكرة اعتقال ضدها في قضية تعود لعام 2018، انصدم الجميع اليوم بخبر آخر يتجسد في أنه سيتم استدعاء مجموعة من نجوم بوليوود للتحقيق في تهمة تلقي أموال مقابل الترويج لإحدى الشركات الاحتيالية للمراهنات في دبي. وتحددت قائمة أسماء نجوم بوليوود في كل من سانيا ليون، تايجا شروف، ونيها كاكارا، عاطف أسلم والآخرون، إذ قامت مديرية التنفيذ بتجميد الأصول التابعة لمروج شركة المراهنة. وسيتم تسجيل أقوال المشاهير ونجوم بوليوود الذين تلقوا الدفعات المالية من هذه الشركة الاحتيالية. لقد أثار الثنائي البوليوودي شاروخان وديبيكا بادوكون الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع تقبيل ديبيكا لشاروخان لأكثر من مرة في حفل نجاح فيلم جافان، الشيء الذي جعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عما إذا كان الزوجين ديبيكا بادوكون ورامفير سينغ يحاولان الانتقام من بعضهما البعض بطريقة ضمنية، خاصة أنه في الآونة الأخيرة أثارت المقاطع الرومانسية التي تجمع رامفير سينغ بعليا بهات غيرت ديبيكا بادوكون بشكل واضح.
يتفاجأ الجميع بتعليق بارد من رانفير سينغ بعد أن قامت ديبيكا بادوكون بنشر صورة تقبيلها لشاروخان وعلقت عليها قائلة: إنها الأخيرة بالنسبة لي. إذ لفت تعليق رانفير سينغ انتباه الجميع وجعل حضوره محسوسا في قسم التعليقات، خاصة أنه قام بكتابة كلمات الأغنية الرومانسية لشاروخان كردا على الصورة، الشيء الذي أثار غضب المعجبين واعتبروا أن حب رانفير سينغ لديبيكا بادوكون ليس صادقا بل قائما على المصلحة بالدرجة الأولى. Ladies and gentlemen, please show some love! The entire team of Jawan, lekin iska sabse ahem hissa aap log hain. Thank you so much for coming here and becoming a part of this celebration. I'll tell you. The and conversation would be the same. We've also forgotten that there's a Sandy in that mix. No, I'll tell you. My conversation would be as Om and Priya,